معي عبر الهاتف من الرياض لواء الركن الطيار محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده اللواء. ما الذي حقق من الهدف الرئيس لهذه الغاره، وهو كما اعلن امريكيا بانه جمع المعلومات؟ مساء الخير عليك استاذ المشاهدين. مساء النور. انا اتوقع انه هذه عمليات ما نقدر نقول انها عمليات خجوله، ولكن اشوف انها يعني يمكن يوافق في التقرير بانه منذ تولي الاداره الامريكيه الحاليه انه هنالك عمليات يعني افضل مما كانت عليه في السابق. ولكن خلينا نوقف عند نقطه جمع المعلومات. جمع المعلومات دي انا اعتقد انه يعني هذه حجج واهيه، المعلومات لدى الاستخبارات الامريكيه متوفره، هنالك قوات التحالف، هنالك الجيش الوطني، القياده في اليمن يدعمون او الجميع يدعم بعض في العمليات. إن كان حضرتك تذكرين أول ما بدأت العمليات في اليمن وفي عمليات عاصفة الحزم، كان هنالك يعني التزام من الجانب الأمريكي بتوفير المعلومات الاستخبارية لقوات التحالف. لذلك لما نتحدث على هذا العدد البسيط جدا من العمليات العسكرية بضخامة سنت كام في المنطقة، أنا أعتقد أنها عمليات خجولة، ويعني لابد أن يعمل الأمريكان نعم مع قوات التحالف. طيب نتوقع عمليات أكثر يعني غير خجولة كما وصفت هذه العمليات، وعلى فكرة يعني بالخبر العاجل الذي يرد الآن بأنه منفذ اعتداء مانشستر، لن نذهب بعيدا عن الإرهاب للأسف، يدعى سلمان عبيدي، يبلغ عمره 22 عاما وفق الشرطة البريطانية. طبعا تابعت هذا الموضوع سيادة اللواء، كله مرتبط ببعضه، إلى أي درجة ممكن أن نربط هذه المواضيع والتركيز طبعا معك على اليمن بقمة الرياض وما خرجت به من استراتيجية لمكافحة الإرهاب وإصرار على هذا الموضوع، خاصة بأنه صدر من عاصمة الاعتدال؟ نقطة مهمة، نتائج القمة العالمية أنا أسميها والخروج بهذه التوصيات، على الأقل على الأقل هنالك توجه واضح من قبل أكثر من 56 دولة إسلامية بدعم من الولايات المتحدة، وهي النقطة الأولى ألا وهي محاربة الإرهاب. إنشاء المركز اللي حضرتك تابعتي فيه اللي يسمى مركز عدالة أو أي هذا مركز العدالة، عفوا نسيت والله اسم المركز، لكن على العموم المركز المتابعة العمليات الاعتدال أعتقد الاعتدال عفوا الاعتدال أحسن لمتابعة هذه الجماعات الإرهابية سيدعم كثير من متابعة وسيدعم كثير للحد من هذه العمليات العسكرية. نعم. اليوم التحدي اللي صار في بريطانيا أنا أتوقع يعني زي ما أيد يمكن مع ما حد ضيوفكم السابق وهو يقول أنه انتهت داعش وهي تستغل الفرص فقط لإظهار نفسها ولا انتهت فعليا، لكن لنذهب جميعا مع سيد سعد من لندن كان هذا الحديث. تفضل. نعم، هو تحدث عن نقطة جد مهمة، يقول أنه داعش فعلا انتهى ويستغل هذه الأحداث ويدعي بأنها يعني هم من قاموا بهذا العمل. لكن نقطتك اللي هي القمة الإسلامية الأمريكية التي حصلت، أنا أتوقع أن نحن إن شاء الله متجهين في الطريق الصحيح، يعني عندما حددنا التهديد الكبير وذكر خادم الحرمين الشريفين وتوافق مع فخامة الرئيس ترامب بأن إيران هي التي من يدعم هذه الجماعات، وقد لا يكون هنالك دعم مباشر، ولو أني أؤكد أن في دعم مباشر، ولكن بسبب الفرقة المذهبية والصراعات الطائفية وخروج داعش وخروج الميليشيات، هذا ما جعل العالم يدخل في صراعات. طلعنا اليوم الميليشيا الحشد الشعبي، طلعنا النجبة، طلعت لنا جماعات إرهابية تدعم داعش، تدعم القاعدة، تدعم جبهة النصرة. لذلك هذه القمة سيدتي الفاضلة أنا أتوقع بهذا المركز الذي تم تدشينه بحضور فخامة الرئيس ترامب، وكذلك يعني كان موجود معهم في التدشين فخامة الرئيس السيسي بحضور خادم الحرمين الشريفين، يبدو لي أنا أن هنالك توجه واضح وصريح لمحاربة الإرهاب. لكن نريد هذا واقعيا في اليمن، نريد صحيح. هذا واقعيا في اليمن، لأن اليمن هي أرض خصبة لحضور وتجمع الجماعات الإرهابية خاصة القاعدة وداعش. نتمنى أن يكون هنالك عمليات أكثر جرأة في اليمن. صحيح. هذا وهي طبعا المملكة لا ننكر بأنه تقود التحالف باليمن تحديدا ضد الانقلابيين. أنا أشكرك من الرياض، كنت معنا سيادة لواء الركن طيار محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا سيادة لواء.